تنا مش الكرام مشتاقنا شفتر، مرحبا بكم معنا في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. يعني كيف ما كتبوا معنا في هذه اللحظات، حادث سير خطير في منطقة ديال الحي الحسني. في هذه اللحظات الشرطة التقنية والعلمية تحضر بعين المكان. يعني كيف ما كتشوفوا معنا لأن هذه سيارة متخلى عنها من طرف صاحب الحادث، يعني أيضا فرقة مكافحة العصابات اللي كتواجد بعين المكان. كما كتشوفوا معنا عناصر الامن اللي حاضرين بقوه هنا في مكان موقع الحادث سير. الطوموبيل تخاف طارو تخاف تروطوار وهرب وخلى الطوموبيل ديالو. عناصر الأمن الشرطة التقنية والعلمية اللي حاضرين بعين المكان بطبيعة الحال من أجل أخذ البصمات والعينات من أجل الوصول لصاحب السيارة. فمشكورين عناصر الأمن على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها. تحياتي لعناصر الامن الوطني صراحه اللي كيقوموا بمجهودات كبيره وكبيره بزاف. يعني صراحه عناصر الامن الوطني اللي كيقوموا بمجهودات كبيره من اجل محاربه الجريمه.